تقول كيف يمكن في نظركم ربما تحقيق هذا المسعى؟ هو تحقيق هذا المسعى سيدتي راني قلت لك يعني ونزيد نعاودوها للمرة الألف، يجب أن تكون نية للسلطة، لأنني قلت لك أي مشروع ما أي قانون ما يتم المصادقة التجسيد تاعه يكون من السلطة، كما قدر يمكث لسنوات في أروقة يعني الحكومة. وعندنا أمثلة كثيرة على قوانين اللي ما زالت لحد الآن ما جوناش المراسيم يعني التنفيذية تاعها. كذلك يجب أن هذا المجموعة أو هذا النواب الجدد تكون عندهم النية الصادقة، النية الصادقة باش يخدموا المواطن، يخدموا البلد كما قال الأستاذ، يعني في البرلمانات العالمية، في الاتحاد الأوروبي، في المجلس الأوروبي، في الجامعة العربية، في الاتحاد الإفريقي، لأنه هذا من هو مش راحين يكونوا هنا في دبلوماسية برلمانية وين هما راحين يمثلوا البلد أحسن تمثيل. ما يكونش النائب فقط يستغل ربما مهمة أنه يروح لبلجيكا ويدخل يحضر في الافتتاح وبعدين ما زيدوش نشوفه. هذه كانت احنا الانسان ما يدركش كما نقولوا يعني الشمس بالغربال مثل ما نقول، احنا شفنا برلمانيين وين ما يحضروش، وين حتى كي يعود الى الجزائر ما يدلكش حتى حوصله على المهمه نتاعو سواء في افريقيا ولا في اي دوله ما فيها. كذلك يعني فيها زيارات يعني توجب اليوم على 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 النواب خاصه في المهجر سيد شعبنا ربما تقديم حوصله بخصوص عملهم وماذا قدموا ايضا للجاليه. تشوفوا انه بطبيعه الحال انا اتكلم لك العبد الضعيف امامك، انا عندي حوصله تروحي للسيت تاعي او الفيسبوك عندي حوصله من البدايه النهايه العمل تاعي واش درت القوانين اللي صادق عليها البرلمان انا قدمتها التدخل تاعي مع الوزراء وبالارقام يعني كم ساعه يعني حضرتها مع الوزراء كذلك عدد الاسئله البرامج التلفزيونيه كما هذه كل موثوقه يعني حتى نظهر وما نعطيش فرصه للمواطن باش غدوه ينتقدك لانه بكل صراحه المواطن يقول لك غدوه واش درت لنا واش قدمت لنا وليس فقط لنواب الجاليه ولا لا كل النواب كل النواب. احنا ماذا بينا انه وهذه ما نتمناه بكل صراحه انا كذلك ابعث برساله او نصيحه لكل النواب الجدد يا جماعه فكروا من اليوم الاول تاعكم وثقوا يعني العمل تاعكم لقاءاتكم مع الوزارات تدخلات تاعكم الاسئله الكتابيه الاسئله الشفويه برامج تلفزيونيه مثل هذه اذا كانت لقاء جواريه مهمه جدا انه الانسان بعدين كي يوصل نهايه العهده تاعو يقول لهم يا جماعه هاو العمل تاعي اللي قدمته ما يعطيش فرصه للانتقاد او فرصه لبعض النفوس المريضه او القلوب المريضه يبداو ينتقدوا فيك او حتى لبعض النواب اللي راحين يترشحوا يعني في عهده مقبله قال هذاك النائب ما دار والو الى اخره. هذه مهمه جدا. لكن زيد نقول شيء اخر كذلك انه ماذا بينا من النواب تاعنا هذم اللي راهم يتنقلوا للخارج اللي يكونوا عندهم لقاءات. انا اتذكر بكل صراحه يعني احنا قبل 3 أشهر كان عندنا النواب جاونا من الدنمارك، يعني صدقيني النواب هذم اللي جاوا من الدنمارك حوالي 18 نائب يمثلوا البرلمان الدنماركي والبرلمان الاوروبي. يعني جاوا وجابوا لنا معلومات على البرلمان الجزائري اللي كنا احنا نتساءل كيف. فبالتالي هذه مهمه جدا انه النواب تاعنا كذلك ما يتكلمش وما يعني ربما يعني ما يثريش معلوماته ما يكونش ملم فقط بالبرلمان الجزائري. الإنسان يأخذ معلومات ويقرأ يحاول يراجع يحاول يروح المكتبة إذا ما عندوش طيب ما يحشمش لازم له يتنقل في أروقة البرلمان لأنه عنده عدة مرافق اللي راح تخدمه وتخدم المسار بتاعه. طيب.